هلا والله شباب، الاخبار عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ هنلعب ذا ديفيجن 2. المهم يعني اللعبه لسه نازله حالا، اول مره افتحها ما اعرفش اي حاجه عن اللعبه. اللغه عربي، انا عملت الحاجات دي اوريدي، ظبطت اللغه العربيه والترجمه انها تبقى شغاله بالعربي برضو، والسطوع تمام. نوع السماعات، سماعات راس او نوع المزيج اللي هو الساوند ميكسنج، يبقى الهيدفونز عشان يعمل لك سراوند ساوند للهيدفونز. جري اتصل، طبعا لعبه اونلاين بس السيرفرات لسه شغاله حالا. مستوى صعوبه عادي، معلومات احذر يحمل مستوى الصعوبه العادي كثير من المفاجآت، يغير الاداء الجرد الاعتاد والاستراتيجيه مع كل مره لعب، يعني الاي اي بيختلف في كل مره، المستوى الصعوبه بيختلف. عند انخفاض مستوى الصحه انتقل لمكان امن واستخدم عده دروع. اوكي شكرا. لودنج سكرين. يا راجل، نعم راجل، حجم راسه السلام. انا هقعد اغير كل ده، هواجبه بقى وكده، هتحجبه كده، هواجبه كده، وهدي كده. ايه ده؟ كبر عينه، وسع عينه. ممكن اعمل تاتو على دراعي. اوه تاتو كبير. انا متاكد ان حد هيعمل جارلت بتاع ذا ويتشر. في هنا انشاء شخصيه شويه، انا هقعد اعمل كده. ازيك يا عمو؟ عامل ايه يا عمو؟ ايه الاخبار؟ لا ثلاث مره، واحد اثنين ثلاثه، بس حلو جدا. هتقول متابعة؟ اكيد موافق. ايه بقى عملنا شخصيه يا جماعه؟ عملنا شخصيه. اوه بنبدا جوه مكان، بنطلع نلاقي علم امريكا في وشنا اول حاجه. هل هنلعب على طول؟ ايه ده، هنلعب على طول. ماشي، فوق احنا نروح نقابل الست اللي هناك دي دلوقتي. اوبا، انا الموضوع بدا في كارثه حصلت. ايوه العميل اتبعني. حاضر يا طنط. اي حشرت في كاوتش. ادوس ايه؟ كنترول عشان انط الكنترول. الله، ده احنا هنتعب جامد قوي مع اللعبه دي. وبيستخبى، بيستخبى بسبيس. ارزع وحش تبعنا ده، الموز سريع جدا. نظبط، هنظبط الكنترول. بص انا على وضعي. كده قشطه شويه يعني. هيت شوت جامد. هيت شوت طبعا هنا بتعمل دامج زياده، مش بتموت طلعه واحده، عشان يلعب ار بي جي في الاخر مش شوتر. هيت شوت بتعمل 160 وانا بضرب 130. ماشي، اكيد في بيرك بقويه بعدين. الحمد لله قويت على الارض منه. واحد هناك بينط اهو. علينا ان نصل المساعده. نساعد مين؟ ده عبيط، ده مات في وسط 15 واحد. ارجع يا عم. اوعى على وش. يلا حلو الفيزيكس دي، جردل ضربته. موت يا ابو الكباتن. فاضل واحد بس، قشطه ممكن نروح دلوقتي. طلع وهيموت، فاضل رمله العربيه. ينفع؟ اصحى يا اسطى، قوم يا عم. عجبني العربي، بيتألم عيني وبتضرب. تفقدوا المحيط، تفقدوا المحيط. هو نص ونص، نص حلو ونص وحش صراحه. هل حاجه بكون لعب عربي انت مش محتاج تترجم للناس؟ الناس فاهمه اللي بيحصل. جامدين يا شباب، بيساعدوا بعض كلهم عشان يحموا الناس. والان الى الساحل. ساحل؟ رجعنا مكان الكاميرا مكان العادي، ان احنا كنا جايبين على اليمين عشان ما اخبيش المنيو في الاول. هذا نداء استغاثه. مكتوب ايه؟ مكتوب غرب، شمال غرب. كيف المقلوب في مركب ساندرز بطحه، مركب تضرب علينا. يا عم يلا بينا خش نحارب، هم هيبدوني لوحدي صح؟ لو هروح لوحدي من الاخر هروح لوحدي. ماشي شكرا يا جماعه، شكرا. روح يا ابو الكباتن يلا عشان ننقذ البشريه كلها. كنا ننتظر القهوه في الصباح. ماشي. والانترنت اللاسلكي المجاني، فري واي فاي وقهوه. يا سلام. ماشي. عندما سلبت منا تلك الاشياء سرفايفد. عندما انقطعت الاتصالات وتوقفت القطارات وانقطعت شبكه الانترنت، كان اتصل والقطار وقفت وكل حاجه باظت، ثم عاشوا. عندما تم نهب الصيدليات واغلقت المستشفيات. اوكي، الربو قاتلا. المستشفيات قفلت والصيدليات قفلت، وكان في ربو والناس بدات تعيا، وكان في شرطه. سلاح نجا البعض، اللي معاه اسلحه عرفوا ينجوا، نجوا بالقوه يعني. نحن فصيله قادره. الكلام ده في واشنطن طبعا، دي قصص وهميه مش حقيقيه يعني، عشان ما حدش يفتكر انا بتكلم عن احداث حقيقيه. والان لاول مره منذ قرون، منذ قرون هو ما نحتاج اليه حقا في مواجهه الكارثه. ساعدنا بعض الناس، كانت بتساعد بعضها. بنينا مجتمعات جديده، بيزرعوا فوق السطوح. اوكي تأقلمنا. ماشي، نجونا وبنينا واقعا جديدا. قدروا يبنوا حياه ثانيه. لكن هناك ايضا من لا يبنون اي شيء ولا يصنعون. طبعا في اجرام، فالضباب تعيش على افتراس الضعفاء. لقد استنزفوا المدينه
أوكي. ولكننا لسنا وحدنا، لقد أقسم عدد قليل من الشجعان على حمايتنا وإنقاذ من تبقى منا كما ذكر. فطبعا اللي هيجي ينقذ الناس ويساعدهم قصاد الناس الأشرار أو مجرمين أو كده وهم نور، وش هم ذا ديفيجن طبعا. طفأ هذا النور، باينة جدا هي. الانترو حلوة جدا الصراحة، والدائرة البرتقاني وبتاع. لا الانترو حلوة، يمكنه إنقاذنا. مين ممكن ينقذنا؟ وش ذا ديفيجن يا معلم. عشان كده احنا جايين دلوقتي حالا ننقذ واشنطن من الدمار اللي حصل فيها، والناس المدنيين المساكين اللي متبهدلين من المجرمين. يوبيسوفت وماسف انترتينمنت يقدموا ذا ديفيجن 2. ايه ده والله الماب شكلها حلو جدا، يعني في حاجه لونها اخضر، مش مجرد مباني متدمره وبتاع. ماسف تاني، مش انا حاسس ان ماسف عاملين زي هيديو كوجيما كده في كل شيء احط اسمه. طبعا في كورنتين يوبيسوفت، كذا حاجه في يوبيسوفت، يوبيسوفت كتير جدا. ماشي، انا حاسس يوبيسوفت كلها اشتغلت على اللعبه دي بجميع اجزائها وجميع اقسامها وفي كل السودات في كل الدول. يعني الساعه البرتقالي مكتوب ايه؟ الشمال غرب، ومديني احداثيات معينه اروح عندها. يلا بينا يا باشا نروح عند الشمال غرب في المكان ده. معيش غير مسدس، انا كان معايا سلاح كبير من شويه. راح فين يا جماعه؟ اللي عجبه مكان الكاميرا كده يعمل لايك، لو مش عجبه مكان الكاميرا يقول لنا في الكومنتات نحطها فين. مين الكابتن ده؟ ايه يا اسطى انت ميت؟ انا معايا سلاح ورا الشاشه اهو. ام 4 ده اللي ايه؟ ام 4 التقدم، مهام رئيسيه، حاجات مقفوله لسه، الازياء، المتجر، الاعدادات، المخزون، اخبار. اوكي، تقدم، مهام رئيسيه، اولويه. ما فيش غير مهمه واحده بس اللي هي روح الوايت هاوس تقريبا. اوكي يلا بينا. اوه في ناس هناك اشرار ليفل 1. هقرب اول شويه عشان اقتلهم. هوبا، ينفع اروح هناك؟ يلا هناك 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 هناك. ايه يا اسطى؟ موت يا اسطى، موت يا اسطى. بريلود، استنى استنى بريلود، استنى. موت يا اسطى، مات. ايزي قوي. قنبله، اوكي خدها ازاي؟ خدتها اوريدي كده. اوكي طيب، انا عايز اقول حاجه يا جماعه، انا مش حاجه في جرافيك اللعبه، انا الجرافيك عاجبني جدا بصراحه. يعني الجرافيك حلو جدا بجد. تفاصيل الارض، بص الارض عامله ازاي، حلو قوي الحته دي. بص دي مش تكشرز، ده دي الارض نفسها عامله كده. عايز ابص على الجرافيك، ما بقاش في الجرافيك خالص، ده الديفولت بتاع اللعبه، وفي اعلى من كده. انا شايف حاجات ممكن تعلى عن كده كمان. انا شغال حاجه في الجرافيك صراحه، انا عاجبني هو كده، ده الجرافيك اللي اللعبه مظبطه نفسها عليه، فده يبقى الجرافيك الحلو مقابل اداء. يعني هو بيبص اداء اللعبه، انا عاجبني جدا، دخان شكله حلو جدا الصراحه، الاضاءات حلوه قوي الصراحه. على عكس ديفيجن 1، لو فاكرين كنا ديفيجن 1 شفنا في التريلرز الجرافيك حلو جدا، اللعبه نزلت الجرافيك بتاعها عادي. ممكن هوبا نقتل ده الاول، بعدين نوقف فوق ده، بعد كده نضرب ده براحتنا بقى. اطلع يا اسطى، يلا بينا. ده شافوني. كنترول، اسمهم الضباع. فحص، اغتنم الكل، كل حاجه. واقي ركبه، البس يا معلم. انا كده لبسته، انا لابس واقي ركبه، ما اعرفش لبسته ولا لا صراحه. الاغلب ده اكيد السم اللي كانوا بيتكلموا عنه. لا ده مجرد لون، راح شم بسرعه، ما فيش حاجه بتحصل، مجرد الوان بس. وبتفايتوا مين طيب؟ يعني انا اضرب مين طيب؟ اضرب الناس اللي هنا ولا الناس اللي هناك؟ بص شافوني على طول، ده بيتحرق، سيبه يتحرق. جي جي، ما انت تظن نفسي؟ ايه ده ايه ده؟ بيقول لي ما انت تظن نفسك، ولا انت عبيط يالا ولا ايه؟ انا هموت عشان هو خليني عصبني، فطلعت اجري من زي الهبل. قال ما انت تظن نفسك، قال عرفت انا مين يا بيه؟ قال اتكلم تاني بقى. ولا 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 ماشي. هو انا الشخصيه احيانا بتستخبى ورايا صح؟ كده تبقى كويسه، كده تبقى ورا الكاميرا ماشي. يعني لما اخذ بقى يا جماعه، لو انا بقيم كده شويه والشخصيه ورايا، يعني معلش سامحوني. انا لو جبت الكاميرا الناحيه الثانيه اخبي الناحيه الثانيه. موت يا اسطى، ايه ده ايه ده؟ في ده منين ده؟ جه منين ده؟ انا هموت هايل ازاي؟ في بهايل. في بتعمل ارمور، اوكي بتهيل. اوكي جه منين دول؟ جه منين دول؟ دول تبعنا ولا ضدنا؟ تبعنا، لهم اخضر. اوكي ايه الشباب عاملين ايه؟ انا ذا ديفيجن تبعكم هنا جاي بس امسي. ايه ده؟ نقطه يلا بينا. كل دولت، كل الناس دي والاسلحه دي مش عارفين يقتلوا الاربعه الخمسه اللي كانوا بره ومستنيين اجي انقذهم. ما علينا، احنا وصلنا الاحداثيات بتاعنا المكان اللي كنا عايزين نوصله.
قاعدة العمليات. اوه ده دي قاعدة العمليات بتاعتهم الوايت هاوس. 42 متر. ادخل الى البيت الابيض. يلا بينا خش الى البيت الابيض. نفس البوابة بتاعت كانت موجودة في ديفيجن 1، نفس اللي هي بتاعت الامراض دي اللي بتحمي من معرفش بتحمي من ايه الصراحة، بس هم هنا حاطين فاتحينها عادي سداح مداح. ما علينا يعني. ده الصندوق بتاعي اللي بخزن فيه حاجتي، مش اسلحة، معيش دروع، معيش فرم من كل حاجة. اروح اكلم ده ولا دي؟ ممكن افتح مهارة. يلا بينا. اوكي عندنا النبضة دي. اضغط باستمرار على القفل فتح منصة مهارة رجاء لاختيار المنطقة الاخرى. بتعمل ايه يعني؟ بتعمل كده بتكشف الناس يعني؟ يقوم يدفع رشاش. حط تورتي يضرب مكاني عشان ما اضربش. وش يابا هات من غير ما اعرف باين بيعملوا ايه. هات هو يلعب لي. هات يا عم المدفع رشاش. بس انا فاكر الجزء الاولاني كان فيه تريز، دي الرشاش كان في حاجه اسمها التيك تري. هنا انا عايز ارجع بس اشوف المهارات متقسمه ازاي لو سمحت. متقسمه مش تريز، متقسمه زي كاتيجوريز كده. دي مثلا اللي هو اللغم المتعاقب ده تقريبا بيجري ورا الانيميز، ده درون، ده شيلد. فانت مش تريز، انت بتختار ابيليتي معينه بتابجريدها. واعتقد مثلا الشيلد بتاخد سلوت مثلا وليك على سلوتس معينه. هنعرف دلوقتي احنا بنلعب، بس لحد دلوقتي احنا بادئين بسكيل واحده بس اللي هي الدرون او الرشاش يعني. اوكي. تعتبر الميزات نقاط اضافيه مغلقه ستساعدك في تحسين شخصيتك بطرق مختلفه. يبقى ده الباسيف، دي هي الاكتف اللي هي السكيلات اللي بتعمل ضربات معينه. اوكي تقسيمه حلوه يعني. كان زمان تريز كل تري فيها شويه باسيف وشويه اكتف، دلوقتي مش متقسمه تري، متقسمه كاتيجوريز شويه باسيف وشويه اكتف. انت بتختار انهو سكيل انت عايزها تبقى اكتف سكيل معاك والباقي يبقى باسيف يعني. اختم الحلقه ماشي. يلا بينا نروح على مستنطلة المسرح. هنعمل ايه هناك؟ معرفش. عندنا معونات. لبس كتير. هات اللبس يا اسطى لو سمحت. والسكن السلاح. يلا بينا. عندنا هنا الشنطة، فيها ايه الشنطة؟ عندنا الحاجات دي مخزون الكفاءة المدنية. ده بيعمل ايه ده؟ ده مكافآت عشان تلات ليفل. شنطة ومسدس. حلو قوي. جامد جدا. هو في الاي خلاص، رشاش في الاي. اللي ده بنتكلم فيه، انت بتختار مهارتين رشاش وحاجه تانية من دولت، مهارتين بس بتلعب بيهم. فانت لازم هتختار حاجات معينه، ممكن تبقى كل مهمه مثلا احسن في حاجات معينه. انا مش عارف، ممكن اندم ان انا فتحت رشاش بعدين، مش عارف. الشخصيه فين؟ ازياء، اهي ازياء. يلا بينا. عندنا تيشرت جديد ماشي. اللي بيتكلمني ده حد من مستوطنه المسرح اللي احنا رايحينها دلوقتي، بيشرح لي ان هم تحت هجوم وفي عصابه مسيطره على المنطقه عندهم بيقتلوا الناس والكلام ده. ده وريه في ضرب نار، هو لسه ما وصلش اصلا، ده في الطريق. ماشي يا باشا عادي، بنلف من ورا كده. حلو، ناخد فلانك عليهم. اعمل عبيط، هجرب السلاح الجديد. اقول لك على حاجه، هجرب رشاش. حط كده رشاش، ارميه هنا كده. هوبا يضرب يا اسطى. حلو قوي الرشاش ده والله العظيم. فهمت، ترميه وتعمل عبيط خلاص. شكرا. يبدو ان هناك بعض الاعداء في الطريق. ممكن بس اروح الكفر هنا لو سمحت كده. ايوه كده، قوم مدير واحد هيد شوت. ارزع، موت بقى يا عم. استسلم يا عميل، على الاقل هي محترماني تقول لي يا عميل. ماشي، هنا في سلاح جديد. اي كي ام، اغتنم اي كي، خد الاي كي، افتح الشنطه بسرعه. شخصيه، سلاح، اي كي. شكرا، السلام عليكم. عايز بس قلت انا يا جماعه ان الجرافيك حلو جدا الصراحه، يعني انا عاجبني جدا جرافيك اللعبه. هنا في ناس. ده الراجل بغلط يا جماعه. الاي كي حلو جدا يا جدعان. هيا بينا الى مستوطنه المسرح. عاجبني وانا في الطريق بلاقي ناس بقتلهم، بلوت، فتحت سلاحين جداد، فاهم؟ قتلت ناس هنا، انقذت واحد. اكيد طبعا انقاذ ده بيزود لي حاجه بعدين، بيساعدني. العصابه دي اللي هم الضباع دولت، الثيم بتاعهم اللون الاخضر ده اللي هو الدخان الاخضر ده. في ناس هناك بيفايتوا حد. انا عايز اوصل، فاهم يعني؟ انا عشان اوصل قتلت لي 97 بني ادم مثلا. يلا بينا هوبا، وده ايزي كيل. يلا بينا الشفا، الاثنين ماتوا خلاص كده، ده كل الموضوع كله. انا معايا ايكي خلاص، مش حاجه ثانيه. عامل ايه يا اسطى الاخبار؟ بنت لوحدك يا باشا، ولا لابس ارمور ولا اي حاجه خالص، ماسك مسدس ورحت فايت كل الناس دي بذمتك؟ نتحرك نروح فين؟ انت بتاع، انت عايز ايه؟ انت فاكرنا من اصحاب خلاص؟ سلام يا عم. يوجد تردد بالجوار. ده واحد من المدنيين اللي كانوا بيتكلموا عنهم، اللي هو اللي بيدافعوا عن نفسه. فاعل.
فعلت ايه بقى؟ اوه تسجيل ايكو، ده جزء الفكن كده برضو. ده بيحصل بيبقى فيه بيقولك احداث حصلت في المكان اللي حواليك ده زمان، بتبانك عن طريق ايكوز كده. ده بيحكي عن المرض الموجود، المرض ده بيموت الناس وبتاع. اذا البوابة عبارة عن عربية، رحنا الى مستوطنة المسرح. دي مستوطنة المسرح، هو شكلها بجد ديزاين حلو جدا الصراحه، مكان شكله حلو قوي، مبني بطريقه جميله كده، جامد جدا والله، انا منبهر لحد دلوقتي. حاضر، ارقي نظر ارمور حاجات ليفل 2 ماشي، هبقى اشتريها بعدين. امتى اشتري؟ امتى اضيع فلوسي على ابجريدز؟ لما اكون في حاجه مهمه مش عارف اعديها وانا ضعيف ابدا ابجريد ساعتها، لكن طول ما انا ماشي بالحاجات الليفل القليل اللي معايا خلاص، يعني ليه اضيع فلوسي؟ امتى بقى اصرف فلوس على ابجريدز براحتي؟ لما اكون ماكس ليفل، هو 30 تقريبا اعتقد، 30 او نفس الجزء اللي فات. ماكس ليفل 30 توصل عند ده بقى تبدا تابجريد زي ما انت عايز، ان كده كده حاجه، اي حاجه انت بتابجريدها بقوارك شخصيتك يعني، انما هنا اي حاجه هتابجريدها هتطلع كمان بعد 5 ليفلات نفسك رميتها كلها. اذا كنت تبحث عن كيلسو فقد غادرت. مين دي؟ يعني ده شرجي. اوكي، انا يجب ان اذهب معها لكنني سابطئها، لقد اخذ الضباع ابنتها الصغيره. ضباع دي العصابه، اخرب بنتها صغيره، فانا مفروض انقذ بنتها من عصابه الضباع. اللي حصل ده اوكي، الماب فتح جزء جديد، في مهمه جديده. ليه في مهمه جديده؟ هنا انا عندها اوريدي، على الاقل هنا المختلف عن ذا ديفيجن 1، هنا في حياه، في ناس مدنيين وبتاع، تحس المدينه فيها حياه مش مدينه ميته. مدينه متدمره ومتبهدله وفيها عصابات وبتاع، لكن في حياه، واحده بتمسح الحيطه، واحده واقف مسطول، ناس بتاكل، يعني في اكشن في الدنيا، يعني مش الدنيا مش ميته خالص، الدنيا مش رمادي. معانا قناه بينهم قناه الاي بي جي، بالجي مش اوكي. معانا الفيكتور، والله اسمه السلاح الصغير ده. ايه دول ما تاخدش بالي، مجنون ارجع هناك. ولا ما تجيش ورايا. فيكتور. ايه ده؟ السلاح قوي قوي. تعال يا نهار اسود، ده قوي جدا السلاح ده. ايه ده؟ المنطقة دي اسمها فندق جراند واشنطن، مهمة مستوطنة المسرح، مهمة جوه هنا، في مهمة القصة، ليفل اعداء 2، فكل منطقة جديدة بتخشها بيقول لك عندك فيها ايه من بره. ممكن تدوس اف هنا وتلعب اونلاين مع ناس. بس احنا حاليا نخش لوحدنا، لان طبعا اونلاين دلوقتي ممكن ياخد وقت وبتاع. يعني كل منطقة تخشها ممكن تخشها مع ناس، يجي لك سكواد 4 تخش تلعب مع بعض كلكم، انت واصحابك بقى، انت وناس لعبة تجيبهم لك الكلام ده. موت، هرب يا لذينة. ماشي. ولا ماشي. انا ممكن اعمل سبريز بعد كده، بعمل تابس مش عارف ليه. هنا نخش المكان ده يعني. خش يا حبيبي. اوكي، ارم امو بتاعه كده زي الفل، ظبطنا حالنا. اوكي ناس، كم واحد؟ 4. بص، حط رشاش هنا كده فوق. هوبا، عاملين ايه؟ يا نهار اسود، رشاش جه فجر الدنيا فيهم كلهم. عشان كده بحب يكون معايا رشاش والله، خليهم يركزوا في حاجه تانية وانت تقعد تقتلهم بسهوله. ماتوا كلهم. ساصعدوا نحو الرهينه، اذهبوا الى الفناء. هيروح الرهينه، هي بنت البنت البت هم هناك اهو. اجري بسرعه 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 بسرعه. كفر. لا انا هلف الناحيه الثانيه. لا ما تنطش كده، انت كده السلاح خلص. هم مساطيل ولا ايه؟ دول مساطيل يا جدعان، شادين بودره. يلا مواطنا ميزي كيلز، دول هبل قوي. 900 طلقه. اوكي، احنا نضرب براحتنا على الاخر. ايه اللي حصل ده؟ مين هرس بتاع الجنان؟ ولا اهدى، يلا سيب السلاح اللي في ايدك ده. ايه العيال دي؟ ايه يا شباب؟ بتلف كل حته كده، في ايه؟ شغل العصابات ده. يلا بينا. تاني يا حبيبي سيب السلاح. طالما لا استنشق رائحة الصخر. ممكن افجر ده؟ يلا بينا. اسانسير صح؟ انا كنت عارف ان هو اسانسير، كان باين قوي.
اصعد الى السطح. عناية الاثنين يا معلم. النور قطع، الكهرباء قطعت في الاسانسير. لازم افتح الباب بايدي. ماشي. بص بقى يا باشا، احنا هنعمل حاجه حلوه جدا. نحط رشاش هنا، هنا كده الحته دي، هوبا، ونعمل كده. يلا بينا شويه تلويش محترم كده ابن ناس. يلا بينا. جامد والله بتاع ده، جامد قوي. حطه في ناحيه واروح انا الناحيه الثانيه. خلاص كده، يلا بالشفا. اتحرق. اتحرق يا اسطى، اتحرق يا اسطى. موت، ما تجيش تحرق عندي، حرق بعيد عني. ايه ده؟ هي طلعنا على السطح. ايه ده؟ حد هنا. انزل انزل انزل. هوبا. ايه يا اسطى؟ عامله ايه؟ هي دي؟ دي راحت تنقذ الست وانا رحت اساعدها. كيف هاخد هاي جراوند؟ هاخد هاي جراوند، هطلع اخد هاي جراوند. بص 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 بص، هعمل عبيط. بص بص، هعمل كده. هاخد هاي جراوند فوق هنا في ظهرهم. حط رشاش معايا فوق هنا كده الحته دي. جامد. يلا بينا. شويه اعداء مغفلين والله. عديت من جنبهم عشان اروح اخد هاي جراوند عليهم. ما اعتقدش ان السكلات الثانيه كانت بالفايده دي. اه بوس فايت، هو ده اللي انا عايزه. ايوه من الاول كده. طب انا فاكر وحش جدا الصراحه. اموت يلا عشان لازم اتخبى هنا. الهاي جراوند فجاه بقت وحشه جدا مجرد ما جالي بوس فايت. انا هموت دلوقتي صح؟ استخبى هنا عشان ما اعرفش يضربني. اعمل ارمور بتاعي. ارمور. اه ماشي. ايزي. ده هقتل دلوقتي. ده ميت اصلا. لا ده واحد تاني ورا. دول اتنين. وده جه منين؟ بالشفا. قنبله يا عم. قنبله. قنبله وحشه جدا. بس جت جنبه. جت تحت. قنبله. ايوه عليهم. بس كده. موت وخلصني بقى. فين البوس؟ ما تقولش ان الرشاش قتل البوس. ايه الهبل ده؟ ما لمستوش. ايه يا اسطى بوس فات في العالم دي؟ والله رش شعره قوي جدا زياده عن اللزوم. اختار من الكل. تعال نشوف بقى احنا خدنا ايه من الحاجات دي. الازياء معانا لبس. لبس ايه جديد؟ صناديق مثلا؟ اوه معانا صناديق. ماشي. كان في حاجات فوق هنا. اه سكنات وبتاع. تشتري حركات. شخصيه. اسلحه معانا اسلحه جديده. الاي كي طبعا. لا لا اي كي هو اي كي. ممكن مسدس. ناخد مسدس جديد بقى. هات مسدس. ده. هنا جالنا ارمور ليفل 2 جامد. الحزام جالنا حزام ليفل 2 بيزود ايه؟ كل حاجه بيزود ارمور. ماشي. هنا ليها بيرك زياده ضرر الكريتيكال هيتس. هيت شوتس. هنا هيت شوتس بتبقى اقوى 2%. حلو جدا. هنا الرشاش بتاعنا. بس احنا كويسين كده. فين بقى البت نفسها؟ عشان البت اهي. هي انقذنا بت الست. عود الى الفناء. اعتقد لما نعود الى الفناء ممكن نقتل شويه ناس وهم تخلص او هم تخلص على طول. عاجبني قوي في كل الدوشه والهبد والتكسير والمرض والعصابات الاسانسير شغال. امسك. يا نهار اسود. عدى. اضرب. ايه ده؟ ده كسر ايه الباب؟ موت بقى. ايه ده؟ مين ده؟ ولا ولا سمع لكم قنبله. مفيش قنبله. جامد. هي خلصنا مهمه. خلصنا مهمه. انقذنا البيت بتاعت بنت الست وخلصنا كل حاجه. دي يا جماعه كانت اول ميشن المقدمه زائد المقدمه بتاعت ديفيجن 2. اللعبه فيها كل حاجه موجوده في ديفيجن 1. الشخصيات، الابجريدز، الارمورز. الارمورز اللي ليها افكتات معينه زي مثلا لقيت كوع كده ولا مش عارف كان حزام بيقوي الهيت شوتس. المختلف التريز بتاعت الابيلتيز مش موجوده. بس التريز دي كان فيها شويه بس وشويه اكتف. دلوقتي هي متقسمه نص اكتف. تختار السكيل اكتف بتاعتك تبقى ايه مثلا، اذا كانت رشاش او قنبله او الارمور او الكلام ده. بس فدي كانت المقدمه بتاعت ديفيجن 2. لو عجب الفيديو اعمل لايك ودلنا في الكومنتات رايك في اللعبه لحد دلوقتي ايه. متوقع تكمل صراحه كويسه جدا الصراحه. لو متوقع تكمل بنفس الاسلوب ده ولا متوقع انها تبوظ انا ما اعرفش. هنعرف لما نخلص اللعبه ان شاء الله يعني. بالذات لما نخلص اللعبه نشوف الاند جيم بعد ما اللعبه بتخلص بنعمل ايه. الدارك زون والحاجات دي والبوسز اللي بتيجي والكلام ده كله. بس في عجبك الفيديو اعمل لايك. لو انت جديد اول مره تشوفنا يا ريت تعمل سبسكرايب. واشوفكم في فيديو جاي. وي سلام.